أخرج الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه من رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الكبيرة التي استوجبت اللعنة من الله تبارك وتعالى عياذا بالله. وأولها: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح لغير الله تعالى من الكبائر، بل من الشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك أورد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، أورد هذا الحديث في كتابه العظيم كتاب التوحيد في باب ما جاء في الذبح لغير الله، وذكر قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، وذكر قوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذبح لغير الله عز وجل شرك بالله. قال العلماء رحمهم الله: لأن الله عز وجل قرن هذه العبادة، أي عبادة الذبح، مع الصلاة، ومعلوم أن من صلى لغير الله فقد أشرك بالله، كذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل واستحق اللعنة عياذا بالله. لعن الله من ذبح لغير الله، كالذين يذبحون للجن مثلا، ولأصحاب القبور والمشايخ وغير هؤلاء تقربا إليهم، فكل هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. من ذبح لقبر من القبور تقربا لصاحب القبر، وزعم منهم أن صاحب هذا القبر يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فقد أشرك بالله عز وجل. كذلك من ذبح لرسول من الرسل تقربا إلى هذا الرسول فقد أشرك بالله عز وجل، ومن ذبح لجني من الجن تقربا له فقد أشرك بالله عز وجل، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. لعن الله من ذبح لغير الله، لأن هذه عبادة عظيمة يجب أن تصرف لله عز وجل وحده لا شريك له، كما ذكرنا الآيات. بل ذكر العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بابا أنه يمنع الذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير الله، وذكر في ذلك قول الله تبارك وتعالى عن مسجد الضرار في سورة التوبة: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
قياسا على هذه الآية، لأن الله عز وجل منع رسوله عليه الصلاة والسلام من الصلاة في هذا المسجد، مع أن الصلاة في المسجد صلاة لله تبارك وتعالى، لكن لما بني هذا المسجد ضرارا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، منع ربنا تبارك وتعالى منع الصلاة في هذا المسجد. فقياسا على هذه الآية، إذا وجد مكان من الأمكنة يذبح فيه لغير الله فإنه لا يجوز أن يذبح لله عز وجل في هذا المكان. وأورد كذلك حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وهو عند أبي داود في السنن، أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانا، وبوانا منطقة من المناطق. هذا الرجل نذر لله عز وجل أن ينحر إبلا بهذه المنطقة بوانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ في هذا المكان هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى من حجر أو شجر أو قبر أو غير ذلك، وهو أعم من الصنم، لأن الصنم هو ما يصوره العابد بيده ويجعله على صورة، هذا هو الصنم. أما الوثن فكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى كما ذكرنا. ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هل كان فيها، أي في بوانا، وثنا من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها، أو هل فيها عيد من أعيادهم، أي من أعياد الجاهلية، من أعياد المشركين؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فاستدل أهل العلم رحمهم الله تعالى بهذا الحديث وبالآية أنه لا يجوز الذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير الله، درءا لوقوع الشرك بالله تبارك وتعالى، وسدا للذريعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لعن الله من ذبح لغير الله. قال العلماء: واللعن من الله تبارك وتعالى هو الطرد والإبعاد من رحمته تبارك وتعالى، وكل ذنب استوجب اللعن من الله تعالى فإنه من الكبائر. لذلك أورد الإمام الذهبي عليه رحمة الله هذا الحديث في كتابه الكبائر في الكبيرة 44: ولعن الله من لعن والديه، سواء لعن والديه لعنا مباشرا أو تسبب في لعنهما. ولعن الوالدين من الكبائر، وهو بالسب والشتم. إذا شتم الابن أباه أو شتم أمه أو سب أحدهما أو كلاهما كان لاعنا لوالديه والعياذ بالله. أو جده، الوالد وإن علا كذلك الوالدة، لقول يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فإن الجد أب،
وجد الأب كذلك أب. لعن الله من لعن والديه، والوالدان حقهما عظيم. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وما أكثر العقوق من الأبناء اليوم، وما أكثر الذين يلعنون أباءهم عياذا بالله. ده في المجتمع عادي، تلقى الولد يسب أباه، يسب أمه عياذا بالله. فهذه من الكبائر ومن الأمور العظيمة. أو تسبب في لعنهما، كأن يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سبيت والد زول ثاني كنت السبب أنت في سب أبيك، لأنه ذاك حيسب أبوك، فتكون أنت الساب الحقيقي لأبيك وليس ذاك. لذلك الإنسان ينتبه ويحذر كل الحذر ويضبط نفسه ولسانه. لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا. وللعلماء في هذا قولان. أولا قالوا: المحدث هم أصحاب الجرائم والإفساد في الأرض، كشراب الخمور والزنات والسوارق وغير ذلك من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فلا يجوز إيواء هؤلاء، ما يجوز تحمي مجرم، ما يجوز تأويه، ما يجوز تعينه على جريمته، هذا كله يستوجب اللعن. لعن الله من آوى محدثا. والمعنى الثاني قال العلماء: المحدث هو المبتدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل محدثة بدعة. فلا يجوز إيواء المبتدعين من أهل الضلال، ولا يجوز الرضا ببدعتهم أبدا، بل هذا من الكبائر. سبحان الله. وهذا يدلك على عظم البدعة. إذا كان الذي يؤوي المبتدع ملعون، فما بالك بالمبتدع؟ نعوذ بالله من الضلال. لعن الله من آوى محدثا. والسلف عليهم رحمة الله كانوا يأمرون بالتباعد من أهل البدع، ومجانبة أهل البدع، وعدم الاختلاط بأهل البدع، وعدم التعاون مع أهل البدع في أي شيء، إذلالا لهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل الذل والصغار لمن خالف أمري. للأسف الشديد كثير اليوم ممن يأوي أهل البدع ويكرمون أهل البدع ويرفعونهم في المنابر ويصفونهم بأوصاف عظيمة: فضيلة الشيخ، فضيلة الدكتور، فضيلة ضيف البلاد، العلامة، البحر الفهامة، وهو من أضل خلق الله تبارك وتعالى، ومن المفسدين في الأرض. وهذه من الأمور الخطيرة التي يلبس بها هؤلاء على العوام، لأن العامي لا يعرف المبتدع ولا يعرف صاحب السنة، فيلبسون الحق بالباطل والعياذ بالله. لذلك يجب على الدعاة أن يبينوا للناس هذه الأمور، يتكلموا في البدع، يتكلموا في أهل البدع من أهل الطرق والطوائف والأحزاب الفاسدة المفسدة في الأرض. يجب على الدعاة أن يبينوا هذه الأمور حتى يعرف العام الصحيح من السقيم، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: إذا سكت أنا وسكت أنت، فمتى يعرف الجاهل الحق من الصواب؟ أو كما قال عليه رحمة الله: لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. قال العلماء: أي غير مراسيمها وحدودها الفاصلة بينك وبين جيرانك الأقارب أو جيرانك الأبعد.
فلا يجوز للإنسان أن يغير منال الأرض، ولا يجوز لك أن تتعدى على حقوق المسلمين سواء كان في الشارع العام أو في غير ذلك من الأرض من الحقوق العامة التي هي ملك لكل الناس. لا يجوز لك أن تغير منار الأرض. وأخيرا، عقد الحافظ الذهبي عليه رحمة الله في ذلك فصلا، وهو جواز لعن أهل المعاصي لكن بالتعميم. بالتعميم، فيجوز لك أن تلعن أهل المعاصي بالعموم. لعن الله شراب الخمر، لعن الله الزناة، لعن الله العاهرات الفاجرات المتبرجات، أما لعن المعين فهذا لا يجوز. ما يجوز تلعن فلان ابن فلان بعينه، هذا لا يجوز كما قال أهل العلم. أما اللعن بالعموم لأهل المعاصي وأهل البدع وأهل الشرك فهذا جائز ولا إشكال فيه، ومن أراد أن يزيد ويراجع فليرجع لكتاب الكبائر للحافظ الذهبي عليه رحمة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عن خطايانا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.